بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن أحمد عبد الراضي يحييكم، ويسعدني أن أكون معكم في قناة النادي الأهلي. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. ومباراة كبار الأهلي مع القناة في مباراة العودة. المباراة السابقة انتهت بفوز الأهلي 61-43. قبل هذه المباراة انتهى مرتبط النادي الأهلي بالفوز على القناة 79-40، وتأهل الأهلي رسميا للدور الثمانية مع الثمانية الكبار. التشكيل والأرقام، وقبل ما أقول لكم التشكيل والأرقام، عندي للأهلوية مفاجأة كبيرة قوي قوي. هبدأ بالتشكيل. رقم واحد النادي الأهلي علي وحيد، رقم اثنين مارك أو نقول بقى عيسى، رقم أربعة هي المفاجأة عودة الماجيكو إيهاب أمين إلى ملاعب اللي وحشنا قوي 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 إيهاب أمين، رقم خمسة عمرو الجندي، ستة مروان سرحان، 8 الكابتن سيف سمير، 10 مصطفى كيجو، 11 بلال حمدي، 14 احمد مهيب، 23 محمد ابو النصر، 35 يوسف المعداوي، و55 عمر طارق. يغيب عن النادي الاهلي النهارده عمرو زهران او عمرو دنقاط، ده للراحه. ومؤمن طارق خيري عنده كده كدمه في رجليه، الف سلامه المؤمن. ومعاهم كمان كريم عمرو من 20 سنه. نادي القناه النهارده بيمثله رقم واحد عمر أجوجو، اثنين زياد محمد، أربعة محمد عزت، سبعة محمد إبراهيم ميدو، 14 محمد الأوني، 30 محمد أسامة إيشو، 46 المحترف سي بي، 55 أوشا، و69 مؤمن عبد العزيز، و97 محمد عبد الرحيم. الإدارة الفنية للنادي الأهلي مستر أوجستي بوش المدير الفني، كابتن أحمد الجرحي مدرب عام، وكابتن الدياسطي مدرب، طارق الغنام كابتن طارق الغنام مدير الفريق، ودكتور وليد الخراط إداري، علاء لطفي محلل الأداء، أحمد حسن إحصائي، وأحمد جابر طبيب تأهيل، محمد أحمد عز، وحامد الكاس للمهمات. إدارة الفنية للقناة محمد الشاذلي رئيس الجهاز، محمد بهنسي مدير فني، خالد يسري مدرب عام، محمد شوقي سمارة مدير إداري، أشرف سعيد إداري، هاني الحلوس محلل الأداء، محمود النجدي إصابات، أحمد خرخاش للإصابات، وإحصائي آسف أحمد خرخاش، محمد أبو كبير أحمال، وأحمد عجيبة مهمات. إصابات القناة محمد حازم وعبدالله السنهوري ومراد المر وأحمد حامد وعلي سلطان. إدارة تحكيمية النهاردة كابتن ياسر جمال، كابتن ناصر الأمير، كابتن عبد الرحمن نبيل. إدارة تحكيمية من الزقازيق. حكام الطاولة محمد شعبان ومروى عمر والشاذلي وأحمد نوار، ده الإدارة التحكيمية. لحظات ويبدأ اللقاء. اللي قبل ما يبدأ اللقاء بقول لك مبروك تأهل الأهلي خلاص مع الثمانية الكبار، وهيلعب إن شاء الله إن شاء الله يوم الثلاث القادم مع الزمالك في الأدوار قبل النهائية، وإن شاء الله الأهلي يتوج في هذه الأدوار ونوصل للمباراة النهائية ونحصد اللقب كالعادة اللي تعودناها من الأهلوية. البداية وكابتن ياسر جمال ورمية القفز الأولى والوحيدة، على بركة الله نبدأ هذا اللقاء إن شاء الله. نتمناه لقاء قوي للأهلوية. أدي عمر طارق والحيازة أهلوية، مصطفى كيجو، عيسى، عيسى اسكريم من عمر طارق، حطها لعمر طارق تاني على الثلاثية. عمر طارق حطها لمالك الثلاثيات مهيب. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مهيب، وأول ثلاثية في اللقاء عن طريق مالك الثلاثيات مهيب. أدي هجمة للقناة، عبد الرحيم حطها لسي بي، واخد سكرين من أوشا ومعاه المعداوي، حطها لعبد الرحيم تاني، عمل كده خطوه فك وكده وحط في اللوحه وبيسجل، لا مش في اللوحه ده على الحلقه، وبيسجل عبد الرحيم. 3 الاهلي 2 القناه. شكلها كده تكون مباراه حلوه لانها بدون ضغط بدون توتر، خلاص الفرقتين عارفين هيعملوا ايه ورايحين فين. عمر طارق ممكن، ممكن لا مش ممكن، والمتابعه الاوشه سي في عزت، محمد عزت حطها تاني لعبد الرحيم، معاه مهيب عدى واخترق كده وعمل باك لياب وسجل، و 4 القناه 3 الاهلي. مهيب
مهيب حط العمر طارق على الثلاثية، المعداوي مصطفى كيجو مستني عيسى، خد عيسى وخد السكرين حط الكيجو وكيجو كده حط في اللوحة، ولكن كابتن ياسر حاسب اوفنس فاول على مصطفى كيجو. هقول لك طبعا مباريات اليوم وهقول لك المواجهات اللي جايه مين ومين وهقول لك كل حاجه في اول توقف. على التنفيذ محمد عزت حطها لسيبي، والمعداوي كده اصبح شكلها كده اول واجبات مستر اوجستي الزق لسيبي من اول الملعب. ادي واحده كده ثلاثيه والمتابعه للمعداوي ومصطفى كيجو، انما معلش الاثنين كده الاثنين عملوا متابعه مع بعض خرجت اوت سايد للقناه. عتاب بسيط بين الاثنين بين المعداوي وبين كيجو. سيبي على التنفيذ حطها القوشه، محمد عزت وقف على كورته على الثلاثيه وثلاثيه عزت والمتابعه للمعداوي، ولكن في فاول المره دي على مين بقى؟ هنشوف كابتن ياسر حاسب على مين. حاسب على المعداوي، لا تعليق، فاول على المعداوي. سي بي تاني اوشا، استنى سي بي، ادى اوجوجو وجوجو على الثلاثية وما بتجيش، والمتابعة لمصطفى كيجو. عيسى يلا يا عيسى، ادي عيسى وقف على كورته، عيسى وتغيير الاتجاه حط للمعداوي، كيجو مهيب ملك الثلاثيات بيدور لسه على كيجو حطها لعيسى، وعيسى حط للمعداوي. اعتقد الهجمة خلاص لازم نلعب على الباسكت، ادي المعداوي عملها لمصطفى كيجو وثلاثية كيجو ما بتجيش، والمتابعة لسي بي. ودي واحدة لمحمد عزت، اختراق من عزت على كورته والمتابعة من أعلى نقطة لمصطفى كيجو، ودي في فاول على عزت حاسب نصر الأمير. أربعة القناة ثلاثة الأهلي، النهاردة المباراة تسمح بقى نخرج كل اللي عندنا، المباراة خلاص المفروض إنها بلا توتر. مهيب مع عمر أوجوجو حطها لعمر طارق، عيسى وعيسى حطها لطارق ما ربطش معاه، عبد الرحيم قطع كورته وقف على كورته حطها لسي بي لعبد الرحيم تاني، ادي الاختراق راح لوحده كده وعمل واحده باك لياب ما بتجيش، والمتابعه اهلاويه. عيسى ادي عيسى عدى الراجل وقف على كورته حط في اللوحه ما بتجيش، عمر اوجوجو 3 على 2 3 على 3 حطها لسي بي وحطها في اللوحه برضه ما بتجيش، مصطفى كيجو المعداوي وادي الاختراق لسه طبعا نقول فتره جس النبض بالفرقتين، عمر طارق واحد على واحد ادي الاستلام وادي اللفه حطها ولكن في فاول على عبد الرحيم. النهارده قلت لك بيغيب عن النادي الاهلي عمرو زهران او عمرو دنقاط للراحه، وايضا يغيب مهيب يغيب اسف مؤمن طارق خيري الماتش اللي فات كده خد له كدمه في الاماميه. عيسى حط الكيجو، كيجو حط في اللوحه ما بتجيش، والمتابعه لسي بي القناه مع عيسى. عمر اوجوجو، عمر اوجوجو لعيب مصري عشان بس ما حدش يسال ولا يقول لك ده لعيب محترف تاني ولا حاجه، عمر اوجوجو مصري ميدن ايجيبت. سي بي جاله مصطفى كيجو حطها لقوشة، اوه يا نهار بلوك عمر طارق عمل له واحد كده بلوك من اللي بيصدع، ادي عمر طارق حطها حلوه قوي قوي قوي، باصه جميله جدا لمصطفى كيجو استلم الراجل وخد رميه اضافيه مصطفى كيجو. عمر طارق بدا الموال حلو قوي، عمل بلوك قوي جدا واستلم وعمل اسيست روعه 2 في 1 عمر طارق، وكيجو على طول بيستقبل الهديه وبيسجل نقطتين مصطفى كيجو. 5 الاهلي 4 القناه. مصطفى كيجو على التنفيذ. سجل كيجو الاضافيه وسته الاهلي اربعه القناه. مصطفى كيجو لسه عامل عمره كده ان شاء الله ان شاء الله تكون عمره مقبوله يا ابو يا درش. ادي واحده مقطوعه عيسى، عيسى معاه اوجوجو، عيسى حط خلفيه لكيجو حط في اللوحه واخد فاول. الاهلي ان شاء الله في طريقه
الزمالك يوم الثلاث القادم في 100 عقبه ان شاء الله. السنه دي الدوري المرتبط كده حصل فيه لعبكه وحصل فيه التوقعات كلها مش مظبوطه خالص. الاربعه الكبار هيقابلوا بعض بدري بدري بدري. مصطفى كيجو على التنفيذ ضيع الاولى. ناصر الامير هيقول له ارجع شويه عشان انت لسه على الخط. كيجو حد كده دخل من القناه هيعيدها الكابتن ياسر جمال. والمتابعة لعمر طارق من أعلى نقطة وبيسجل عمر طارق. 8 الأهلي 4 القناة. سي بي معاه المعداوي. قلت لك في واجب كده معمول من مستر أوجستي إلزق للمحترف من أول الملعب. جاله عمر طارق. حطها لعبد الرحيم. اختراق من عبد الرحيم عد عملها خلفية حلوة قوي 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 وأوشا طلع حط دنك شكله حلو قوي بصراحة. الباصة حلوة أحلى من الباسكت من عبد الرحيم. وادي مخرجنا بيعيدها لنا على طول طبعا. ادي عبد الرحيم وادي البصل خلفيه وقوش على طول الراجل طلع حط دنك طبعا. 8 6 مهيب عيسى على الثلاثيه ممكن؟ ده ممكن وممكن وممكن اول ثلاثيات عيسى ليه هو طبعا والثلاثيه الثانيه للاهلاويه. ادي ثلاثيه عيسى يلا بقى يا عيسى بقى فرحنا بقى. 11 الاهلي 6 القناه. خمس دقايق و12 ثانيه على احداث الفتره الاولى. مهيب لعيسى. انا سالت عيسى او سالت مارك قلت له تحب نقول مارك ولا عيسى؟ قال لا احب اقول عيسى. ادي مصطفى كيجو ادي اللفه وادي واحده حطها لعمر طارق ولكن كابتن ياسر جمال حسب مخالفه الثلاث ثواني. محمد عزت على التنفيذ. بص الواجب اللي عامله مستر اوجستي الزق لسي بي من اول الملعب. اوشا عمل سكرين. سي بي لسه حطها لاجوجو عمر اجوجو واختراق من اجوجو وعيسى عامل دفاع قوي مهيب مقطوعه انما جات له تاني لا خدها عبد الرحيم. افضل لاعبي القناه حتى الان عبد الرحيم. عمر اجوجو عمل فيك عدى راح حط في اللوحه ما بتجيش. اوشا المتابعه ما بتجيش مره واثنين وحط بشماله اوشا احد طوال القامه محمود ايمن اوشا. عيسى عيسى مهيب مصطفى كيجو اختراق من كيجو عدى حطها في اللوحه وعمر طارق المتابعه. سي بي اختراق من سي بي وادي بلوك يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار جمال يا نهار حلاوه على المعداوي والبلوك اللي عمله لسي بي. وادي مهيب ممكن يا نهار ابيض يا نهار ابيض مش ممكن يا جماعه. ثلاثيه كده من بتوع مهيب يا جماعه مكانه الحته دي بتاعت مهيب ومسجله باسمه في الشهر العقاري. مش عارف كابتن ياسر جمال حسب ايه. بصوا كده الثلاثيه ثلاثيه مظبوطه 100% ايه وادي خروج لمهيب والمعداوي. انما البلوك اللي عمله المعداوي ده بلوك قوي جدا جدا وكمان عمر طارق خرج ونزل ابو النصر. هقول لك مين نزل تاني. سي بي 11 الاهلي 8 القناه. يبقى ثلاثيه ابو ثلاثيه مهيب ما اتحسبتش. لا اتحسبت 14 8 مظبوط شكرا. يبقى كده مهيب مسجل ثلاثيتين وعيسى مسجل ثلاثيه ماشي. ادي اوشا محمد عزت عبد الرحيم عمر اوجوجو معاه جندي علق كورته سجل وخد رميه اضافيه. 14 10 ادي اختراق بتاع اوجوجو الاختراق حلو بس الفاول مش حلو مش شايف بصراحه عمرو الجندي عمل حاجه.
14-10 لمصلحة النادي الأهلي، وفي رمية إضافية لعمر أجوجو. في ناس شك قوي إن عمر أجوجو هو المحترف، لا، عمر أجوجو مصري. نزل سيف سمير والجندي وابو النصر، لسه ما شفناش الماجيك وإيهاب أمين. عمرو الجندي، مصطفى كيجو، عيسى حط الكيجو واحد على واحد، الجندي واخد سكرين، الجندي حطها لابو النصر، وابو النصر لسيف سمير، ودي برضه مخالفة الثلاث ثواني. سيف سمير حتى بيقول له أنا واقف بره، مش عارف ايه موضوع الثلاث ثواني النهارده ده. وادي كده اعتراض من مستر اوجوستي مع كابتن ياسر. محمد عزت على التنفيذ. 14-10. كابتن عبد الرحمن نبيل اللي حسب المره دي مخالفه الثلاث ثواني. سي بي. محمد عزت. الدقوشه تحت السله. وما بيجيش، ولكن في فاول. رميتين لعمر أجوجو. سجل الأولى. 14 أهلي أحمر، 11 القناة باللون الأسود. ضيع الثانية والمتابعة من مصطفى كيجو. عيسى عدى، عيسى وادي الاختراق من عيسى، وقف حطها لكيجو، وكيجو لعمرو الجندي قال له تعالى اعمل لي سكرين. ادي السكرين، انما بديها لعيسى. عيسى حط للجندي، والجندي بيدور، اختراقات الجندي وتغيير الاتجاه، علق كورته الجندي، بيسجل عمرو الجندي. 16-11. عبد الرحيم جاله قوشه بسكرين، عبد الرحيم اختراق من عبد الرحيم، بيسجل نقطتين وبرده معاه فاول. لا، في ايه يا جماعه؟ ايه كميه الفاولات دي كلها؟ كابتن عبد الرحمن نبيل برده هو اللي حاسب. وادي خروج لمصطفى كيجو ونزول لمروان سرحان. 16 الاهلي، 13 القناه. عبد الرحيم عنده رميه اضافيه. وادي كمان خروج لعيسى. من اعلى نقطة سيف سمير عامل المتابعة. الجندي. بلال احد ناشئين الاهلي. بلال حمدي. عمرو الجندي. لبلال على الثلاثية، حطها للكابتن سيف سمير. حطها كده في اللوحة ما بتجيش. ومتابعة للقناة. محمد عزت. عزت. سي بي. أوشا. محمد عزت. اختراق من عزت. حط باصة حلوة أوي 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 لأوشا، ولكن ما بيجيش. محمد أبو النصر. مروان سرحان لأبو النصر تاني. عمرو الجندي على الثلاثيه، ممكن ممكن، لا مش ممكن. بلال حمدي بيحاول ولكن خرجت اوت سايد على الاهلي. متبقي دقيقه 39 ثانيه والاهلي متقدم 16-13. ده كابتن محمد بهنسي المدير الفني للقناه. سي بي. اوجوجو. عبد الرحيم. سي بي تاني، لازق له بالنصر. اوشا سكرين. اوجوجو لاوشا، وادي كده في خطوه يا جماعه باينه قوي يا جماعه. بيسجل نقطتين. 16-15. عمرو الجندي. بلال. مروان لبلال حمدي. الجندي. لبلال تاني. وبلال حطها لسيف سمير. سرحان مقطوعة. عمر أوجوجو. عبد الرحيم.
ومخالفة المشي بالكرة اللي فاتت كمان يا كابتن ياسر. واعتراض من الكابتن بهنسي على مخالفة المشي بالكرة. ادي الاعتراض بتاعه. الجندي ابو النصر. ابو النصر لسه بيحاول عدى ولكن في فاول. محمد ابو النصر رميتين. ضيع الاولى. ابو النصر راجع من اصابه. سلامات يا ابو النصر. والمتابعه لابو النصر. حطها حلوه قوي قوي للكابتن سيف سمير بيسجل. 18 اهلي 15 قناه. ادي اعاده مع مخرجنا. الباصه والاسيست روعه من ابو النصر. في فاول على الاهلي. شكلها كده في خطا فني. ما لحقتش اشوفه. في خطا فني على الاهلي. حسبه الكابتن ياسر جمال. سي بي سجل. ممكن يكون خطأ فني على أحد أفراد الجهاز أتباع يعني. عبد الرحيم. عزت 15 ثانية. أوشا. وأوشا كده بيجرب ثلاثية ما بتجيش. عمرو الجندي لكن في فاول على عزت. تبقى 8 ثواني على الفترة الأولى. أدي الكابتن ناصر الأمير والإشارة واضحة والزقة واضحة. ادي الزقه يا جماعه. بصوا عزك كده بيقول له ما عملتش حاجه وفي نفس الوقت بيعتذر لعمرو الجندي. ماشي. رميتين للجندي. عمرو الجندي احد نجوم النادي الاهلي واحد نجوم منتخب مصر. سجل الاولى. وسجل الثانية. سي بي عدى حطها ولكن قطعها بالنصر. وادي دفاع قومي الاهلي ونهاية احداث الفترة الاولى والتقدم والتفوق باللون الاحمر للنادي الاهلي 2016. بسرعة كده بقى ممكن اقول لك المواجهات الجاية او اقول لك النهاردة المباراة اللي بتتلعب النهاردة. سبورتنج بيلاعب ايسترن كامباني. الاهلي مع القناة امام حضراتكم. الاتصالات والتأمين اتلعب امبارح والاتصالات خلاص حسم وصعد للثمانية الكبار. واتفرج بقى مع مخرجنا على الاعداد الجميلة. وادي ثلاثية عيسى الجميلة. يلا بقى يا عيسى بقى وحشتنا بقى يا عيسى. والاتحاد النهاردة بيلاعب الشمس والزمالك والطيران والجزيره والجيش وسموحه وهليوبلس. استمتع بقى. بص ثلاثيه مهيب. بصوا يا جماعه على ثلاثيه مهيب. ملك الثلاثيات وماكينه الثلاثيات. المكان ده بنحبه قوي من مهيب. استمتعوا كده مع مخرج اللقاء باللقطات الجميله. المواجهات اللي جاية الاهلي هيلاعب الزمالك والاتحاد هيلاعب الجزيرة. هيتلعبوا في دور الثمانية يعني اللي هيوصل منهم الادوار النهائية فرقتين بس. الاربعة الكبار السنة دي هيوصل منهم اتنين بس. ان شاء الله يكون الاهلي طبعا احد الفرق المصعدة للدور النهائي والبطولة باذن الله. سبورتنج هيلاعب الاتصالات وسموحة هيلاعب الاولمبي. دي الادوار او دور الثمانية الكبار. بالنسبة لتسعة لستاشر الظهور هيلاعب الشرقية للدخان والتأمين هيلاعب اليوبلس والجيش هيلاعب الشمس والقناة هيلاعبوا الطيران
في المراكز من 9 ل 12 ومن 13 الى 16. المواجهات القادمه هتكون يوم الثلاث القادم والجمعه الذهابا وعوده. عايز اقول لك ان كل مباريات دوري المرتبط لو حصل فيها تعادل هنلجا لسكور الفريق الكبير، سكور افريج على الفريق الكبير، الا المباراه النهائيه فقط هي اللي ممكن يتلعب فيها مباراه فاصله. دقيقتين هي فترة الراحة بين الكوارتر الأول والكوارتر الثاني، والأهلي متقدم 20-16، وزي ما قلت لك المباراة خلاص حسمت، والنهاردة المفروض كده كل واحد يطلع اللي عنده بدون أي ضغط. طبعا بنبارك النادي الأهلي، السيدات وصلوا بالأمس إلى الأدوار النهائية وهيلعبوا سبورتنج على نهائي دوري المرتبط يوم الثلاث والخميس في حسن مصطفى في اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله البطوله اهلاويه باذن الله. عوده لاحداث الفتره الثانيه والحيازه لمصلحه القناه. الاوني حطها لسيبي واخد سكرين من اوشا للاوني ثاني. محمد عزت، عبد الرحيم، عمر اوجوجو. اوجوجو مسافات المتوسطه ودفاع قوي من بلال حمدي احد ناشئين الاهلي تحت 20 سنه الصاعدين الواعدين بلال حمدي. عمرو الجندي سكرين من كابيتانو سيف سمير. الجندي وقف على كورته حطها لبلال، وادي بلال حطها للجندي، اختراقات الجندي ابو النصر، وابو النصر عد علق كورته ما بتجيش. والمتابعه للقناه ادي سي بي الاوني، والاوني حطها لعبد الرحيم، اختراق من عبد الرحيم، اوشا الاوني لسه بيفكر حطها لعبد الرحيم، عبد الرحيم كده علق كورته بيسجل عبد الرحيم. 20-18 عمرو الجندي، بلال حمدي، محمد ابو النصر، سكرين من سيف سمير لبلال، وبلال حطها لمروان سرحان. ادي مروان حط للجندي، يلا يا جندي، يلا بقى، يلا بقى، يلا بقى، وثلاثيه الجندي المدويه ترفع سكور الاهلاويه ل 23-18. ادي مخرجنا والثلاثيه الجميله لعمرو الجندي. الاهلي كده مسجل اربع ثلاثيات. عايزين نقول مسجل 20 ثلاثيه ولا 30 ثلاثيه. عمر اجوجو المسافات المتوسطه بيسجل. عمرو الجندي. الجندي بيدور على ابو النصر. خالي سكرين من سيف سمير، لسه الجندي، لسه واخد سكرين من سيف، من سيف سمير حطها لسيف واحد على واحد، لف الراجل ولكن ما بتجيش. دفاع قوم الاوني. عمر اوجوجو مع بلال، الاوني سي بي، وادي سي بي كده كابتن ياسر جمال حاسب فاول على الاهلي على ابو النصر. علي وحيد مكان سيف سمير، وادي بقى عودة الكابيتانو ايهاب امين الماجيكو، الماجيكو ايهاب امين في الملعب يا جماعة. حمد لله على السلامة نجم النادي الاهلي ونجم مصر ايهاب امين، حمد لله على السلامة يا بوب، وحشتنا يا بوب. ادي عمر اوجوجو، وادي وقف على كورة عمر، والمتابعة لمروان سرحان. ايهاب امين اول لمسة، يلا يا عمر، يلا يا بوب، فرحنا يا بوب. حطها للجندي. علي وحيد احد ابناء الاهلي الناشئين حطها ولكن خدها برجليه عبد الرحيم. انا متاكد ان الاهلاويه كلهم فرحانين النهارده بعوده ايهاب امين. ربنا يا رب يحميه من الاصابات
ويحفظه للنادي الاهلي والمصر كلها. عمرو الجندي، الجندي واخد فاول من عبد الرحيم، عبد الرحيم كده زي علي وحيد في السكرين فحاسب فاول على طول. كابتن عبد الرحمن نبيل، بلال حمدي، اهلي كده كابتن مستر اوجستي بيلعب ببلال حمدي وعلي وحيد احد الناشئين الصاعدين من 20 سنه، اتعودنا من مستر اوجستي يصعد الناشئين. ادي بلال، علي وحيد، الوعى لمروان سرحان، ما بتجيش، ان انا عامل المتابعه، خد فاول. كابتن ياسر جمال هو اللي حاسب، الاشاره واضحه ان نزل بايديه عليه، اشاره كابتن ياسر جمال واضحه. مروان سرحان رميتين، عبد الرحيم كده بيتكلم ياسر جمال بيشرح له الفاول تاني، مفيش مشكله اشرح له زي ما انت عايز. مروان سرحان بيسجل الاولى، ضيع الثانية والمتابعة لبلال حمدي لمروان الماجيكو ايهاب امين، لبلال على الثلاثية، علي وحيد للماجيكو تاني، الجندي، علي وحيد جاي له بسكرين، قال السكرين للماجيكو، والماجيكو كده ثلاثية قصيرة انما لقاها كده علي وحيد وخد فاول. بتوع الجهاز الفني للقناة بيقول نهاية زمن الهجمة 24 ثانية ومستر اوجست بيقولوا في فاول، كابتن ناصر الامير هو بيكلمه هيقول له لا ال 24 ثانيه قبل الفاول، يبقى كده ايهاب امين شاط مع نهايه زمن الهجمه. مستر اوجست بيقول له ماشي. اوشا على التنفيذ حطها لسي بي مع بلال حمدي، الاول سكرين اوشا تاني سي بي، وقف على الثلاثية بيسجل سي بي أول ثلاثيات القناة. 4-1 في الثلاثيات الأهلي. الماجيكو إيهاب أمين، مروان سرحان، الجندي، والجندي على الثلاثية ما بتجيش، والمتابعة لعمر أوجوجو، وتغيير الاتجاه سي بي عدى من بلال حطها للأوني خرجت أوت سايد ما ربطش معاه. إيهاب أمين المعداوي، والمعداوي للماجيكو إيهاب أمين، للمعداوي تاني، وادي الاختراق، وادي اللفة حطها للماجيكو، يلا بقى حطها لمالك الثلاثيات. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا مهيب يا حبيب والديك، الثلاثية الثالثة لمالك الثلاثيات، المكان ده بموت فيه يا مهيب، المكان ده بتاعك وباسمك يا مهيب. ادي واحده مقطوعه، الماجيكو هيبقى مين؟ ولع الملعب، ولع الملعب الماجيكو. حطها لعلي وحيد، وعلي وحيد للمعداوي. ادي الاختراق من المعداوي، عدى كده حطها لمروان ولكن جامده حبتين. 27-23. بصوا بصوا الثلاثيه، بصوا المكان ده يا جماعه، ده المكان ده مهيب لو شاط هو مغمض هيجيبها، خلاص حفظه بتاعه ومسجل باسمه في الشهر العقاري. ادي وقت مستقطع طلبه اكيد محمد بهناسي المدير الفني للقناه. عايز اقول لك ان الاهلي مهيب مسجل حتى الان ثلاث ثلاثيات، وعيسى مسجل ثلاثيه، وعمرو الجندي ثلاثيه، في المقابل القناه مسجل ثلاثيه عن طريق سي بي. اهلي النهارده بيدفع بعلي وحيد وبلال حمدي، ودي بصراحه احد مميزات مستر اوجستي، الدفع بالناشئين صراحه كده بتبقى حاجه مميزه، ان المدير الفني يبقى عنده ثقه في الناشئين ويدفع بالناشئين. ادي كده مخرجنا بيمتعنا باللقطات الجميله في احداث الفتره الاولى والثانيه. ادي اوجوجو كده بيدي لاوشا
والمسافات المتوسطه عمر اجوجو. فكر حضراتكم غيابات الاهلي النهارده، عمرو زهران، مستر اوجوستي كده بيديله راحه زي ما كان مدي لهاب امين راحه، ومؤمن طارق خيري من الكدمه اللي خدها في المباراه السابقه، ومعاهم طبعا كريم عمرو احد لاعبي 20 سنه اللي مصعده مستر اوجوستي. دول غيابات النادي الاهلي. لسه الطيب اوت ما خلص. طبعا المباراة بتقام في الإسماعيلية في ملعب نادي الهيئة بصالة الإسماعيلية. فكركم تاني يوم الثلاثاء القادم عندنا يا أهلاوية ماتشين جامدين قوي، الأهلي هيلاعب الزمالك، وفي نفس التوقيت بالليل الساعة 8 هتكون مباراة الأهلي وسبورتنج والسيدات ونهائي الدوري باذن الله. ان شاء الله يكون يوم الثلاث يوم سعيد على الاهلاويه ان شاء الله. ادي سي بي مع المعدوله زقلو، واخد سكرين من الاوني حطها للاوني عبد الرحيم، لعيب كويس عبد الرحيم. ادي الاختراقات حطها كده في اللوحه ولكن ما بتجيش. اوشا المتابعه برضه صغير في السن اوشا وليه مستقبل. عبد الرحيم ادي الاختراق، يا سلام على الباصه يا ابني، حط باصه حلوه ولكن في فاول. طب ليه ما فيش ثلاث ثواني؟ ما الثلاث ثواني اتحسبت هنا مرتين تتحسب كمان مره هنا. انما عبد الرحيم عليه سلم يا جماعه، بيعرف يغير اتجاهاته كويس قوي. اوشا، واوشا حطها لسي بي. اوشا جاله بسكرين، عدى سي بي وحطها لعبد الرحيم على الثلاثيه هوائيه واوت للاهلاويه. تبقي اربع دقائق وعشرين ثانيه والتقدم والتفوق باللون الاحمر للنادي الاهلي. النادي الاهلي لما اقول النادي الاهلي يبقى بقول النادي البطل، البطل النادي الاهلي. ادي ايهاب امين الماجيكو حطها لسرحان، وسرحان لمهيب مالك الثلاثيات، حطها لعلي وحيد، الاستلام سرحان، يلا 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 ما بتجيش. والمتابعه للقناه. عبد الرحيم، وعبد الرحيم حطها لعيسى، قصدي سي بي مقطوعه، قطعها منه مين؟ الماجيك وهاب امين، وقف على كورته، عدى كده حطها بشماله ما بتجيش. سي بي مهنسي بيقول لهم كابتن مهنسي المدير الفني اهدوا شويه. عبد الرحيم، وعبد الرحيم حط بشماله وسرحان شالها له، اوت للاهلي. بصوا عبد الكابتن بهناسي بيقول له ايه؟ قايل لهم انا لسه بقول لكم اهدوا شويه. ده كلام بهناسي لعبد الرحيم مع حفظ الالقاب طبعا. مروان سرحان على التنفيذ. ايهاب امين. ايهاب. المعداوي، ايهاب امين تاني، وقف على كورته، حط لسرحان، وسرحان على الثلاثيه ما بتجيش. سي بي شكلها كده هننزل عمر طارق، شكلها. الاوني عمر اجوجو، وقف على كورته ما بتجيش. والمتابعه لايهاب امين، ادي ايهاب امين. ايهاب امين وقف على كورته ايهاب. ده مستر اوجوست هينزل تلاته دفعه واحده، هينزل عمر طارق وكيجو وعيسى. سرحان علي وحيد اوت للاهلي، قال تغيير تلاته مره واحده بخروج علي وحيد و ايهاب امين الماجيكو و سرحان. مستر اوجوست بيحاول يدي ايهاب امين واحده واحده. عيسى المعداوي، وثلاثيات المعداوي بيسجل، انما الحكم كده حسبها باتنين. يا راجل احسبها بتلاته وكمل جميلك يا راجل. اوشا، وادي واحده للاوني في وسط ثلاثه ومخالفه المشي بالكره.
الاوني ماسك الكوره، وادي اعتراض من كابتن بهنسي، وادي كابتن ياسر جمال بيكلمه. مصطفى كيجو على التنفيذ، كابتن ياسر جمال قال له ايه بقى؟ قال له لو حصل اعتراض تاني هدي خطا فني. ده الاشاره واضحه من الكابتن ياسر جمال. عيسى مع سي بي، الاثنين شبه واحد قوي. عيسى، مصطفى كيجو، عيسى استلم تاني، مهيب لكيجو، وكيجو على خد خطوه كده، وادي بص كده الراجل ياسر جمال بص هيروح يقول له صفرت لك الووك، اكتر من الووك هدي لك ايه؟ الحكام صفرت ووك على مصطفى كيجو، ولكن في اعتراض من القناه. سي بي واخد سكرين، سي بي حطها للاوني، والاوني عملها كيك اوت جامده حبتين. دقيقه و52 ثانيه، الاهلي الاحمر 29 والقناه باللون الاسود 23. عيسى مع سي بي لازق له كده الاثنين، اثنين امريكان مع بعض. ادي واحده لعمر طارق استلم، يا سلام على الاستلام، لكن ما بتجيش. كابتن ياسر جمال حاسب حاجه، ومستر اوجوست بيكلمه برضو، حاسب فاول ولا كانت ثواني؟ انا مش عارف. لا ده حاسب فاول، حاسب فاول على عمر طارق. يا ريت بقى في اقرب توقف مخرجنا يجيبها لنا نشوف الفاول ده فيه ايه بالظبط. ادي مخرجنا، شكرا لمخرجنا. استلام ولف الراجل، فين الفاول؟ فاول عجيب جدا. سي بي على التنفيذ. ضيع الاولى. هي في خطأ فني. ده حسب كمان خطأ فني. أو ممكن ما يكونش حسب فاول وحسب خطأ فني على عمر طارق. مستر أوجوستي خرجه. سي بي. ايشو احد المنتقلين من صفوف مصر للتامين. ايشو وقف على الثلاثيه، ولكن في فاول على الاوني. صفارات كتير قوي يا جماعه. 120 ثانيه، 29 23. عبد الرحمن نبيل بيسلم الكوره لمصطفى كيجو. مصطفى العيسى، وعيسى تاني. سيف سمير سكرين. عيسى يلا 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 ما بتجيش. والمتابعه لمحمد عزت، وهجمه سريعه للقناه. عزت حط الايشو. سي بي، سي بي لقوشة. الاوني، بص القناه كلها بره، القناه كلها بتلعب بره. الفايف اوت. ادي عيسى، وادي واحده لسيف سمير، واخد فاول. في رميتين، لا اوتسايد. ماشي. مهيب للمعداوي مع اوشا مع ايشو، اسف. ادي واحده، مكانك يا ابني، مكانك يا ابني، انما هوايه المره دي. انما المعداوي عامل المتابعه، واخد فاول من اوشا. في رميتين بقى اعتقد كده، ما عندناش الاربعه فاول لسه. في رميتين فعلا على تنفيذ المعداوي. ان شاء الله كده مباراه الثلاث القادم نشوف عمرو زهران ومؤمن طارق خيري مع تشكيله الاهلاويه باذن الله.
المعداوي ساجل الأولى، يوسف المعداوي وسجل الثانية، 31 الأهلي 23 القناة. وأدي تايم أوت طلبه الكابتن بهناسي وحوار ما بين مستر أوجستي وكابتن ياسر جمال. 31 23 مستر أوجستي بيقول له أعتقد كده، بيقول له الصفارات كتير جدا على الأهلي، وبيقول له زي ما بتحسب هنا احسب هنا، أنا مش عارف بيقول له إيه. ادي كمان حديث مع عمر طارق، عمر طارق بيشرح له انه ما قالش حاجه او ما عملش حاجه. بس انا فعلا اللعبه بتاعت عمر طارق دي انا شايف انها ما فيهاش فاول خالص، مع احترامي الكامل للكابتن ياسر، ممكن يكون قال حاجه واتحسب خطا فني، دي حاجه تانية. ادي المعداوي اللعبة الحلوة الجميلة بس داس على الخط. ارجع سنة يا معداوي عشان تبقى بثلاثة. ادي عمر طارق، ادي الاستلام اهو، ادي الاستلام وادي اللفة وادي الحطة. فين بقى لو في فاول؟ مفيش فاول، ممكن يكون عشان بالظبط، يبقى عشان خاطر عمر طارق طلب فاول كابتن ياسر اداله خطأ فني، ممكن، لكن هي طبعا مستحيل يكون فيها فاول. هو اعترض على انه عايز فاول فيها. ادي اللعبه مره ثانيه، مخرجنا بيجيبها لنا. ادي الاستلام، بصوا كده، عمر طارق بيعترض على كوع ايشو، ممكن بصوا كده كابتن اوستي بيقول له مستر اوستي مش عاجبه القرار خالص. عودة لأحداث اللقاء، سي بي مع المعداوي، إيشو لسي بي تاني مع المعداوي، لازق له المعداوي، عامل دفاع قوي جدا جدا، مهيب لعيسى، وعيسى بص على الساعة، يبقى هيلعب مع نهاية زمن الهجمة، بص على الساعة عيسى، متبقي شكلها كده. ادي عيسى وادي الاختراق، وادي واحد عايز فاول، خد الفاول عيسى، ده اسمه فاول خبره، فاول برميتين مع نهايه زمن الهجمه واللقاء والفتره الثانيه اعتقد كده. عيسى معاه رميتين، ضيع الأولى. وسجل الثانية. أدي واحدة كده مع نهاية الزمن. الفترة الثانية والتقدم لمصلحة النادي الأهلي 32-23. أصدقائي الأعزاء، استراحة قصيرة على أمل العودة، أبقوا معنا. عودة الأحداث الفترة الثالثة والرابعة من لقاء كبار النادي الأهلي والقناة. انتهت أحداث الفترة الأولى 20-16، والفترة الثانية انتهت لمصلحة النادي الأهلي 32-23. قايل لك قبل هذا اللقاء المباراة نتيجتها محسومة خلاص، الأهلي والحمد لله وصل إلى دور الثمانية مع الثمانية الكبار. الثمانية الكبار هقولهم لك تاني، الأهلي، الزمالك، الاتحاد، الجزيرة، الأربعة دول في مربع لوحدهم، وسبورتنج واتصالات وسموحة والأولمبي، ودول برضو في أربعة لوحدهم. الفايز من المربع ده
هيلعب مع الفايز مع المربع ده ان شاء الله. ان شاء الله لقاء الاهلي مع الزمالك الثلاث القادم باذن الله. اللقاء الاول هيكون في ميت عقبه، واللقاء الثاني يوم الجمعه، لم يحدد حتى الان مكانه فين، ممكن يكون صاله المقاولين، لسه هنعرف مكان ملعب نادي الاهلي ايه، لان الصاله بتاعه الاهلي فيها شويه تصليحات كده. الفتره الاولى طبعا شهدت ثلاثيات او تالق مهيب لعبنا بثلاث ثلاثيات، وعيسى سجل ثلاثيه وعمرو الجندي سجل ثلاثيه، في المقابل محترف القناه سي بي سجل ثلاثيه واحده. القناه طبعا هيلعب مع الطيران في الاضواء في المراكز من 9 الى 16. النهارده قلت لك المباراه بتاعت النهارده هيلعب سبورتنج مع الشرير الدخان. سبورتنج محتاج مباراه واحده في المرتبط تؤهله، والاهلي مع القناه خلاص الاهلي تاهل والحمد لله. الاتصالات والتامين اتلعب امبارح، والاتصالات حسم وتاهل الى الثمانيه الكبار. الاتحاد والشمس ايضا الاتحاد حسم هذه الموقعه، والزمالك والطيران برضو الزمالك حسم، والجزيره والجيش ايضا الجزيره حسم التاهل، واخيرا سموحه واليوبلس برضو سموحه حسم التاهل الى الادوار الثمانيه الكبار. الثمانيه الكبار هيلعبوا الدور الجاي رايح جاي عشان ناخد الاربعه والمربع الذهبي، وبعد كده نلعب قبل النهائي والنهائي. ان شاء الله يكون الاهلي احد طرفي المباراه النهائيه واحد الفرق ان شاء الله اللي لا نقبل منه غير البطوله باذن الله باذن الله. خماسي الاهلي عمر طارق والمعداوي، استفسرت عن الكره اللي اتكلمنا عليها بتاعت عمر طارق، ان عمر طارق بعد الكره اعترض فاتحسب عليه خطا فني، ده اللي حسبه كابتن ياسر جمال. الاداره التحكيميه النهارده كابتن ياسر جمال ونصر الامير وعبد الرحمن نبيل، اداره تحكيميه كلها من الزقازيق على الترابيزه، محمد شعبان ومروه عمر وكابتن شاذلي فتحي واحمد نوار. افكركم برضو المباراه السابقه اللي كانت في صاله المقاولين العرب انتهت لمصلحه النادي الاهلي 61-43. الحيازه اهلاويه باللون الاحمر. المعداوي بادئ موسم قوي المعداوي مع الاهلاويه، كان اعير كده لطلائع الجيش وعمل موسم قوي وتم على طول الاستعانه به في النادي الاهلي مره اخرى. ادي عيسى وبدايه احداث الفتره الثالثه. عيسى حط لعمر طارق وعمر بيفكر، ادي اللفه وادي الله عليك الله عليك الله عليك يا ابني على اللفه وعلى الحطه، الرشاقه والمرونه كلها عمر طارق. يا ريت تبصوا عليها تاني كده هتلاقي ان عمر طارق واخد الدربلايه من على البوست. بصوا يا جماعه ادي الاستلام من على البوست بالظبط، ادي اللفه وادي الحطه في وسط دفاعات، الله عليك يا ابني الله عليك يا عمر. ادي رميه اضافيه لعمر طارق، بيسجل عمر طارق الاضافيه. عيسى ده سي دي سي بي اسف الاثنين شبه بعض، حطها لعمر اجوجو على الثلاثيه، ثلاثيه اجوجو ما بتجيش، والمتابعه من الماجيكو ايهاب امين. ايهاب امين الله على الباصه، يا نهار ابيض ايه الباصه دي ايه الباصه دي، ده حط باصه سحريه ايهاب امين لعمر طارق، قال له اطلع يا راجل وسجل يا راجل. 37 الاهلي 23. سي بي محمد عزت، عمر اوجوجو، اوشا وقف على كورته كده مسافه المتوسطه والمتابعه للقناه، حط كده ايشو فيها ايده خرجت اوت سايد للقناه، انما الباصه اللي فاتت دي باصه سحريه من ايهاب امين. ادي بصوا كده اتفرج على الباصه واستمتع، بصوا كده يا جماعه بصوا العين يا جماعه عينيه كده، الله عليك الله عليك، مش ممكن يا جماعه الباصه دي، الباصه دي تتدرس ويتقال عليها حكايه وروايه. ايهاب امين مخرجنا بصراحه انا شخصيا ممتعني بالاعدادات الجميله بتاعته. ادي عيسى واخد سكرين من عمر طارق، وعمر طارق حطها للمعداوي،
ادي عمر طارق يقول استلام. بصوا اول ما عمر طارق يستلم يا جماعه الدنيا كلها تتلم عليه، واحد واثنين وثلاثه، وكل واحد كده يمسكه من حته زي ما هو عايز، اللي يمسكه من ايده واللي من رجله واللي من رقبته، اهم حاجه ان عمر طارق ما يلفش. محمد عزت على التنفيذ، سي بي اوشا جاي له بسكرين، ادي سي بي راح كده والمعداه وشالها له، ولكن في فاول على مين؟ هنشوف على مين. ناصر الامير هنشوف اشارته على عمر طارق، الفاول الثالث برميتين. المعداوي كان جاي وراه كده هيقوم بالواجب، بصوا كده المعداوي كان هيقوم بالواجب، ولكن عمر طارق عمل الفاول بدري. رميتين لسي بي. شبه كبير قوي بينه وبين عيسى. سجل الأولى. وسجل الثانية. ودفاع من أول الملعب عامله كابتن محمد بهناسي المدير الفني للقناة. إيهاب أمين ومعمول عليه دبل تيمينج. مصطفى كيجو. المعداوي. واحد اتنين تلاتة. البيانو. البيانو اشتغل يا جماعة. واحد اتنين تلاتة. وعمر طارق ايه؟ اطلع يا راجل. اتمطع يا راجل. وسجل يا راجل. بصوا كده اللقطة من اولها. الموال من اوله حلو قوي. الموال من اوله يا جماعة. ايهاب امين. واحد اتنين تلاتة. تلات ثواني كان عمر طارق مكسر الحلقة. ورمية اضافية لعمر طارق. بيسجل الإضافية عمر طارق. 40 الأهلي 27 القناة. سي بي معاه المعداوي لازق له. حطها لأوشا، وأوشا كده حطها بشكل حلو قوي قوي، هرب من الدفاعات وحطها كده. الله أكبر عليك يا أوشا، أطرافك طويلة يا ابني. اللهم لا حسد. مصطفى كيجو، إيهاب أمين. عيسى، إيهاب أمين الماجيكو، وثلاثية الماجيكو ما بتجيش. وأدي فاول على مصطفى كيجو. كابتن عبد الرحمن نبيل هو اللي حاسب. بصوا كده الاشاره، مصطفى كيجو زائد، دي الاشاره. ماشي مفيش مشكله. محمد عزت لسي بي. اعتقد سي بي كان خير. بصوا كده مفيش هجمه المعداوي في الملعب الا لما يكون لازق له فيها. ادي اوشا، واوشا لايشو. ايشو في فاول. الفاول ده بقى لمين؟ ده الفاول ده على اوشا عمله مع ايهاب امين، مش عليك يا ايشو خالص. ده اوشا هو اللي عمل الفاول مع ايهاب امين. سكرين غلط. ادي مخرجنا على طول. بصوا كده، بصوا الحركه دي، الحركه بتاعت ايش بتاعت اوشا برجله الشمال، هي دي الفاول. اللقطه دي يا جماعه بصراحه كده مميزه من مخرجنا. كل الشكر لمخرجنا كابتن احمد عادل او استاذ احمد عادل، بصراحه عامل ماتش روعه معايا، روعه. ادي عيسى، وعيسى لمصطفى كيجو. ايهاب امين لعيسى تاني. المعداوي لعيسى، والباصات السريعه. عايز سكرين، حط للمعداوي، والمعداوي لعمر طارق. ادي الاستلام، حط لكيجو، وكيجو مقطوعه من سي بي. عدى سي بي، جاله المعداوي. المعداوي يا جماعه مش سايبه يا جماعه. المعداوي كده لو خرج اوضه اللبس المعداوي هيروح وراه. سي بي عزت، ادي اختراق من عزت، حطها للاوني لعزة تاني. مسافات المتوسطة ما بتجيش، ولا المتابعة للنادي الأهلي. مصطفى كيجو على التنفيذ. عيسى تاني. قلت في الكوارتر الأول أنا سألت عيسى تحب نقول عيسى ولا مارك؟ قال لي قول عيسى، عشان بس ما حدش يقول لك بيقول عليه عيسى ليه. أدي عيسى المسافات المتوسطة ما بتجيش. مصطفى كيجو المتابعة، حطها لعمر طارق و واخد فاول. جابها كده، تعب فيها قوي 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 مصطفى كيجو، وحط لعمر طارق، وعمر طارق خد فاول.
وادي مخرجنا بيعيد لكم اللقطه. بص ادي كيزو تعب فيها قوي وحطها كده على طبق من فضه اطلع، لكن الضربه ايه ده ايشو جايب ايه جايب كتفه يا جماعه. عمر طارق رميتين سجل الاولى عمر طارق. مسجل الثاني عمر طارق. ادي بصة لمحمد عزت وادي الاختراق، ولكن دفاع قوي من عمر طارق. عيسى يلا يا عيسى يلا يا عيسى. عيسى حط الكيجو ادي كيجو ادي الاستلام وادي بشماله ما بيجيش. عمر اجوج المتابعة. محمد عزت لاجوجو تاني الاون سكرين. اجوجو المسافات المتوسطة بيسجل عمر اجوجو 42-31. وادي مخرجنا زي ما بنعيد الاهلي لازم بيعيد اللقطات الحلوه هنا وهنا. شكرا احمد عادل والله. مصطفى كيجو عمر اجوجو يا جماعه باكد لك انه لعيب مصري. السؤال ده بنتساله كتير جدا. عيسى وادي القناه بيلعب 2-3 برضه. ادي مهيب ايهاب امين يلا بقى يلا بقى وحشتنا. لسه 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 عبد الرحيم للاوني اجوجو وعايز سكرين راح كده علق كورته بيسجل المره الثانيه. اجوجو عمر اجوجو احد ابناء اسوان. عيسى مصطفى كيجو لمهيب ايهاب امين كيجو الاستلام كده وخد الدريبلايه وخد فاول. ادي على الشاشه كده كابتن نصر الامير حاسب الفاول لمصطفى كيجو برميتين. انما اللقاء حلو اللقاء الاهلاويه بيأدوا اداء نقدر نقول انه اداء جيد. طبعا الاهلي عنده اكتر من كده بكتير جدا ان شاء الله، ولكن النهارده الاداء جيد. كيجو بضاعة الأولى. والمتابعة للأوني ولكن هيعيدها عشان الأوني دخل بدري بدري بدري. يلا يا عم كيجو بقى يا حاج كيجو هات التانية وريحنا. لسه عامل عمرة كابتن مصطفى كيجو. والمتابعة لعمر أجوجو سي بي لعمر أجوجو. عبد الرحيم مميز عبد الرحيم في القناة. عبد الرحيم عنده كده مرونة غير عادية. أدي كده حب يحط بصل الأوني ولكن ما ربطش معاه. هو قال لك أشوط ولا أباصي فكر تفكيرين. عيسى على التنفيذ. مصطفى كيجو عيسى لكيجو تاني لعيسى. عمر طارق سكرين مصطفى كيجو. بص مهيب واقف فين يا جماعه؟ المكان ده بتاع مهيب. مهيب يعني المكان ده بيعشقه بيحبه قوي المكان ده. مهيب ال 180 يمين او شمال ما تفرقش معاه، انما هو مميز فيها جدا. ايهاب امين لعيسى واخد سكرين حطها ولكن في فاول على كابتن نصر الامير. هو بيقول انت ماسك ماسك اشارته واضحه كابتن نصر الامير. على مين؟ هقول لك على ابو خضره ميدو. على ميدو اول نزول لميدو ابو خضره. كابتن محمد بهنسي من المدربين المحترمين اللي عنده فكر بصراحه. كابتن بهنسي عمر طارق سجل الاولى عمر طارق. النهارده عمر طارق في الفاول شوت كده نمسك الخشب نمسك الخشب. الله عليك يا عمر الله عليك وعلى الستايل الجميل يا عمر. ادي سي بي
للأوني، حطها لجابر، وجابر حطها تاني لعمر أوجوجو. ادي الاختراق، حطها للأوني فاول. الأوني عطلت، الأوني. وادي واحدة كده ما بتجيش، والمتابعة لعيسى. ادي الاختراق، عمر طارق. بصوا يا جماعة، لا 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 يا جماعة، لا اللقطة دي صعبة قوي قوي. عمر طارق ممسوك من وسطه يا جماعة. ادي هجمة لميدو، وادي اختراق من ميدو، حطها لعبد الرحيم لسي بي. وادي ميدو على الثلاثية، وثلاثية ميدو بيسجل الثلاثية الثانية للقناة. بصوا اللقطة دي يا جماعة، بصوا جماعة، بصوا وسطه، الأوني ماسكه من وسطه يا جماعة. مش ممكن يا جماعة، بكل الأساليب المتاحة وغير المتاحة عمر طارق بيتعمل على الدفاع. ادي هجمه للقناه، وادي واحده تاني الميدو بنفس المكان ما بتجيش. عيسى المتابعه، وادي الاختراق من مهيب، عدى بشكل حلو قوي وهرب من دفاعاته بيسجل مهيب. 46 الاهلي، 36 القناه، وفارق ال 10 نقاط. ادي مهيب كده عدى بسرعته كده من اوجوجو. بصوا هيهرب ازاي، هرب من الدفاعات كلها وخلصها كده، خلصانه بالشاكه بيسجل. ميدو على التنفيذ، عبد الرحيم لميدو ابو خضره لعبد الرحيم كده، ثلاثيه بعيده المدى ما بتجيش. سيف مروان سرحان المتابعة، عمرو الجندي، وعمرو الجندي لعيسى لسرحان. وادي كده سرحان اخترق ما بتجيش، والمتابعة لمصلحة النادي الأهلي. ادي كده كابتن ياسر بيستدعي اللاعبين عشان يقول لهم نهدى شويه. عيسى حط للجندي، وادي في فاول برضو، المسك المسك المره دي الكابتن نصر اللي ماسكها وشافها. وادي خطا فني على الأوني، كابتن نصر المره دي شاف المسك، ما شافش مسكه عمر طارق. بصوا كده يا جماعه معانا، بصوا مخرجنا بيمتعنا احمد عادل بيمتعنا. بصوا المسك يا جماعه، المسك يا جماعه المره دي طبعا اصطادها كده نصر الامين. لو نشوفها في الاقرب توقف، شوف كمان لما كان ماسك عمر طارق وحضنه من وسطه. خطا فني على الأوني، 46 36. عمرو الجندي كده شاط الخطأ الفني، هنشوط بقى الرميتين لعمرو الجندي.
سجل الأولى. وسجل الثاني عمرو الجندي. 48 أهلي 36 القناة. سي بي. عدى سي بي. وفي فاول على عيسى. سجل الأولى. وسجل الثانية ورجعنا تاني الفارق العشر نقاط. ادي البلوك اللي عامله عمرو الجندي والفاول اللي اتحسب على عيسى. ادي واحدة لسيف سمير كابتانو الأهلي ما بتجيش و هجمة سريعة في فاول. ودي فيف سلوك غير رياضي محسوب على الأهلي. أن سبورتس. المباراة كده توترت شوية. بصوا كده أدي اللعبة. أدي سيف سمير. أدي الاستلام. وأدي الحطة. وأدي متابعة من مروان سرحان. ادي الفاول اتحسب على سيف سمير. وادي كده اعتقد كده الخطا فاول ولكن سلوك غير رياضي اعتقد صعب شويه. ماشي محمد عزت هينفذ. سجل الاولى. وضيع الثانية. 39 القناة. 48 الأهلي. 9 نقاط الأهلوية. سي بي. عبد الرحيم. أوجوجو مع سرحان. عبد الرحيم تاني. أدي الاختراق. علق كورته والمتابعة لعمرو الجندي. ادي ضب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه مش ممكن يا جماعه الطرق المشروعه وغير المشروعه. انما كابتن ناصر الامير حاسب. بصوا كده الفاول. بصوا الفاول. بصوا الماسك اهي. بصوا الماسك. لا خرجنا احمد عادل بصراحه كل حاجه موجوده عنده. رميتين لعمرو الجندي. تبقى دقيقة 45 ثانية على الفترة التالتة. سجل الأول عمرو الجندي ورجعنا تاني لفارق العشر نقاط. وسجل الثانية محمد عزت. سي بي. ميدو أبو خضرة. محمد عزت وقف على كورته حطها لعمر اجوجو على الثلاثيه. بيسجل عمر اجوجو الثلاثيه الاولى ليه والثالثه للقناه. 53 39. مروان سرحان. سيف سمير حط المهيب ومهيب على الثلاثيه ما بتجيش والمتابعه لمحمد عزت. عزت عدى عايز فاول. هنشوف قرار الحكم ايه. كابتن ياسر جمال حاسب فاول على الاهلي. مستر اوجوستي بيعترض. بصوا كده هو قاعد اداها لعزت. نتابع بقى نتابع واحده واحده كده. ادي عزت. ادي كده عدى. في فاول على عيسى. مظبوط في فاول على عيسى. ده حسب كمان سلوك غير رياضي. ان سبورتس. في الإعادة إفادة ولكن كده مستر أوجوستي بيقول له
عزب بيسجل الاولى. خمسين تلاتة واربعين. عبد الرحمن نبيل بيقول لإيهاب أمين اقعد. وضيع الثانية. ميدو على التنفيذ. ميدو أبو خضرة. محمد إبراهيم. سيبي. عبد الرحيم لمحمد عزت. اوت على الاهلي. كام ثانيه متبقيه على الهجمه؟ الساعه اللي فوق اللوحه مش شغاله للاسف. ادي سيبي وادي الاختراق. حطها لميدو ابو خضرة على الثلاثيه وعبد الرحيم المتابعه، انما جابها مروان سرحان. عيسى هدى ملعبه. 46 ثانية على الفترة الثالثة. عيسى مهيب. سيف سمير كابتن الأهلي مع أجوبه. مقطوعة. 3-1. ميدو. وميدو كده حط في اللوحة بيسجل. 50-45. عيسى عمرو الجندي خبطها كده في رجل عبد الرحيم، خد اوت سايد. ادي كده شايف برضو كابتن ياسر جمال وعبد الرحمن نبيل رايحين على طاولة التحكيم. أربعة وثلاثين ثانية على الفترة. أدي برضو حديث ما بين ياسر جمال ومستر أوجوستا. عيسى على التنفيذ. عمرو الجندي. ادي عمرو. 1-1. ادي اختراق من عمرو. علق كورته. حط في اللوحه خد فاول. 27 ثانية. عمرو الجندي. بيسجل الجندي. 51 الاهلي 45. 52 الاهلي 45. اجوجو لسي بي هيخلص مع نهايه زمن الهجمه. اجوجو قال لك اشوط انا ثلاثيه ما بتجيش. والمتابعه لعزت. وعزت حطها لعبد الرحيم. عبد الرحيم الاختراقات خد فاول من سيف سمير. عجبني قوي 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 عبد الرحيم من صفوف القناه. الاختراقات بتاعته مميزه جدا. خطوه رجليه فيها مرونه قويه جدا جدا من عبد الرحيم. بيعرف يتحرك كويس قوي بجسمه. ضيع الاولى. انا ما حسبتكش، انا ماليش دعوه، انا بتكلم على السلم بتاعك، ماليش دعوه بالفوت شوت عشان ما تقولش الكابتن حسدني. وسجل الثانيه. ادي مهيب ونهايه احداث الفتره
الثالثه خلاص، وادي واحده ثلاثيه ممكن. الله عليك الله عليك الله عليك، هقولها للصبح. مهيب ده يا جماعه حكايه وروايه، وثلاثيه تدرس من ملك الثلاثيات مهيب مع نهايه احداث الفتره الثالثه. يا سلام عليك يا مهيب، يا سلام عليك يا مهيب، بنحبك يا مهيب. لا يا مخرجنا، ده انت هتعيدها 10 و20 مره. بصوا الحلاوه، بصوا الجمال، بصوا مهيب يا جماعه، لامح، شايف، باصص، مسجل ثلاثيه مدويه. بنحبك يا مهيب. ونهايه احداث الفتره الثالثه والتقدم للنادي الاهلي. ادي مخرجنا فاكره يعيدها تاني، اتمنى نعيدها تاني، لان بصراحه ثلاثيه ممتعه جدا، ثلاثيه مهيب. هو مهيب ده بتاع الاوقات الصعبه مع الاهلاويه. ادي حديث من الكابتن احمد الجرحي مع طاوله التحكيم زي ما بيقول كده. حديث الكابتن احمد الجرحي مع طاوله التحكيم. وادي كده الثلاثيه الجميله من زاويه ثانيه. بصوا يا جماعه الحلاوه، بصوا يا جماعه، ده ثلاثيه ومعاه دفاع باثنين. زي ما قلت لك ثلاثيه لازم تتدرس لكل الناشئين. ازاي مهيب قدر في ظل ان التوقيت دون والوقت بعارف انه لامح الوقت ومعاه دفاع باثنين طلع والتركيز ده كله. الله عليك يا مهيب، الله عليك يا مهيب. الثلاثيه الكام دي مهيب؟ الثلاثيه الرابعه. فعلا لازم تتعاد اكتر من مره. ولقطه المباراه، بصوا الدفاع يا جماعه، دفاع باثنين بس ايه، لو دفعوا بالخمسه برضو مهيب هيسجل. تحس كده ان الكابتن ياسر جمال كمان فرحان بالثلاثيه قوي، لان الثلاثيه ممتعه وفرحه الاهلاويه. عشر دقايق تفصلنا على لقاء الاهلي والقناه في الدوري العام المرتبط. خلاص عرفنا الثمانيه الكبار، وقلت لك المباراه خلاص الاهلي تاهل رسميا الى الادوار الثمانيه النهائيه. هيقابل الزمالك الثلاث القادم ان شاء الله، والفائز من الاهلي والزمالك ان شاء الله يكون الاهلي هيكون هيلاعب الفائز من الاتحاد والجزيره. تعودنا على المربع ده يكون في النهائي، ولكن المره دي هو في الادوار قبل النهائيه. معلش، شخصيه البطل تلعب مع اي فريق وفي اي وقت، ما تستناش لماتش نهائي ولا مش نهائي، البطل بطل في اي وقت. والنادي الاهلي عودنا بشخصيه البطل على طول في كل المواقف. ادي شايف كمان مستر اجوستي زق لنا بلال حمدي احد الناشئين في النادي الاهلي. الحيازة للقناة. محمد عزت، عبد الرحيم، عمر اوجوجو وقف على كورته قصيرة، والمتابعة لسيف سمير كابتن الاهلي بيدور على عمرو الجندي. فكركم النهارده بيغيب عن الاهلي عمرو زهران للراحة، ومؤمن طارق خيري للكدمة في الامامية. ادي واحدة لمهيب، ومهيب المرة دي مش هيشغول، اختراق المرة دي بيسجل. لا، ثلاثيات هتلاقي، اختراقات هتلاقي، مهيب هتلاقي، مش ممكن يا جماعة. نجم اللقاء النهاردة مهيب، عامل كل حاجة في الماتش النهاردة. أدي عبد الرحيم، وعبد الرحيم حطها لسي بي على الثلاثية، بيسجل سي بي الثلاثية الثانية ليه. 57 الأهلي، 49 القناة، إنما اللقاء حلو. الفترة الثالثة والرابعة كده الإقلاع إحلاوة شوية من الفرقتين. طبعا عمرو الجندي، الجندي وتغيير الاتجاه مرة واثنين وثلاثة، حاط السيف وصراع على الكرة، والكرة هتكون لمصلحة النادي الأهلي. هنكمل بقى، هنكمل الهجمة، يبقى بقى أربع ثواني، إشارة الحكم واضحة، يبقى في أربع ثواني بس. أدي مستر أوجوستي بيقول لهم على تكتيك معين في الأربع ثواني.
الجندي حط المهيب مقطوعة كده بقى 3 ثواني على الهجمة. بس الجمال بيقول للقناة يا ريت نقعد شوية. ادي مهيب عايز يستلم ولكن ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ ايه المسك ده؟ مش ممكن يا جماعة ده ميدو كده يعني بصوا مش ممكن يا جماعة اللي فاتت دي. لازم برضو نحافظ على بعضينا يا ميدو. انما كابتن ياسر جمال حسبها بفاول. على التنفيذ مهيب. عمرو الجندي خد سكرين من سيف سمير. الجندي حط لمهيب ومهيب كده على الثلاثيه بيفكر انها ما بتجيش. عزت وعزت حد واحده سريعه لميدو وميدو بيسجل 57 51 ميدو ابو خضره. عمرو الجندي مروان سرحان للجندي تاني مقطوعة من عبد الرحيم عدى عبد الرحيم وفي فاول على الجندي. 57 51 كابتن ياسر جمال. الفاول الاول على عمرو الجندي. ميدو على التنفيذ. ميدو كابتن بهناسي منزله علشان يجري على الفاست بريك عملها مرتين لغايه دلوقتي. ادي اوجوجو عبد الرحيم عزت وعزت كده حطها لميدو وميدو معاه وقف على كورته بس هاته المتوسطه والمتابعه للجندي. عدى الجندي من ميدو جاله سيف سمير الجندي وطبعا في فاول حسبت المره دي اهو ان سبورتس مظبوط. مسك مسك المسك واضح على ميدو ابو خضر. بصوا كده الجيم ده اتحسب فيه كام واحده ان سبورتس. عمرو الجندي على التنفيذ. ضيع الأولى. وسجل الثانية. 58 أهلي 51 القناة. بلال الحاتم بلال حمدي الجندي واحد على اثنين بواحد على ثلاثة حط السرحان وسرحان لمهيب ومهيب اختراق وادي فاول على محمد عزت. فاولات كتيرة قوي 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 قوي. كلام كده على طاولة التحكيم. مهيب على التنفيذ. سجل الأولى مهيب نجم الأهلي النهارده. وسجل الثانية. 60 الأهلي 51 القناة. 7 دقائق 36 ثانية على الفترة الرابعة والمباراة. عمر أوجوجو سي بي مع بلال حمدي. عبد الرحيم اوجوجو عمل فيك وعملها تاني لعبد الرحيم. عبد الرحيم بيحب الاختراقات حطها لسي بي وسي بي حطها لعزت وعزت حطها لميدو وميدو على الثلاثيه والمتابعه من سيف سمير. عمرو الجندي عدى الجندي الجندي اختراق من الجندي وبيسجل في وسط دفاعات القناه
وكابتن بهناسي على طول بيطلب وقت مستقطع علشان يوقف تقدم الأهلوية 62-51. الخبرة بتلعب دورها جدا جدا مع الأهلوية في التوقيت ده. طبعا كريتيكال تايم على طول لازم تحط ناس الخبرة زي عمرو الجندي في النادي الأهلي. 62-51 رجعنا تاني الفارق 11 نقطة للأهلي. النهارده قلت لك المباراة المفروض إن هي خلاص محسومة. أدي الإعادة، وفي الإعادة إفادة عمرو. بص يا جماعة في وسط ثلاثة وبيسجل عمرو الجندي الخبرة. شكرا لمخرج اللقاء. بص اللقطة الحلوة بتاع عمر طارق، استلم الراجل على البوست كده ولف لفة حلوة وبيسجل. المعداوي استمتعوا معايا بقى بالإعادات الجميلة. ادي عمر طارق ويطلع يا راجل. عايز اشوف، نفسي اشوف لقطة الباصة بتاعت إيهاب أمين، الباصة الجميلة بتاعت إيهاب أمين. بص كده في حتة وباصة في حتة تانية خالص، ضحك علينا كلنا. ادي مهيب، وادي كده لما هرب من الدفاعات. ادي الثلاثية الجميلة، لقطة المباراة، لقطة المباراة النهاردة. لسه برضو عايز اشوف الباصة الجميلة بتاعت إيهاب أمين، الباصة الجميلة اللي عملها إيهاب أمين. ادي كده من وضع طاير يا حبيبي طاير وبيسجل. عودة لأحداث اللقاء. ميدو ميدو ابو خضرة، سي بي لميدو تاني، حطها لعبد الرحيم، علق كورته عبد الرحيم، والمتابعة لعمر الجندي. الخبرة هدى ملعبه الجندي، جاله سيف سمير بالسكرين، حطها لسيف سمير لبلال. ادي اختراق من بلال، كيك اوت للجندي، والثلاثية ممكن؟ لا قصيرة. عبد الرحيم المتابعة، سي بي محمد عزت لسي بي تاني، عمر اجوجو واقف على كورته، وثلاثيه اجوجو والمتابعه لسيف سمير. عمرو الجندي، عمرو الجندي بخبره كده بيحاول يهدي الملعب. مهيب سيف سمير وعليه تريبل ديفنس اوت على الاهلي. بص ضغط عليه عزت واجوجو وسي بي، ثلاثه تريبل ديفنس. عمر طارق مكان سيف سمير. سي بي عمر اوجوجو عبد الرحيم، جت في رجل عمر طارق. عتنفيذ سي بي، ادي اختراق من عبد الرحيم، حطها كده لقوشه واحده واثنين كده، وعمر طارق دفاع قوي. عمرو الجندي مع سي بي، الجندي عدى وحطها لبلال، بلال حمدي للجندي، لبلال تاني، وبلال حطها مقطوعه. عمر اوجو قطع كورته، ولكن عمل مخالفة المشي بالكرة. مروان الجندي، مهيب، سرحان، عمر طارق، فاول لعمر طارق. خمس دقايق وستة من عشرة من الثانية، سلامات لعمر طارق.
على التنفيذ عمر طارق. سلامات لعمر بيشتكي كده من ايده. ان شاء الله يكون ما فيهاش حاجه. لا ان شاء الله ما فيهاش حاجه، طالما سجل ما فيهاش حاجه ان شاء الله. سجل الاول عمر طارق. وسجل الثانيه. 64 51. ايشو دفاع من مهيب بس برجليه، يبقى هيجدد زمن الهجمه، ياخد 14 ثانيه جديده. لو لسه باقي من 24 ثانيه اكتر من 14 ياخد اكتر من 14. عبد الرحيم على التنفيذ. كابتن ناصر الامير سالم لميدو ابو خضر. سي بي مع بلال حمدي. ايشو عمر اوجوجو لوحده خالص على الثلاثيه، والمتابعه من سي بي كده خدها من مهيب وبيسجل. عيسى 64 53. عمر طارق جاله بسكرين، ادى لمروان مهيب، اختراقات من مهيب، كيك اوت لبلال. عيسى وتغيير الاتجاه من عيسى، حط باصه حلوه قوي 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 لمروان سرحان وبيسجل. الاسيست روعه من عيسى. 66 53. ميدو ابو خضره. ايشو لميدو تاني على الثلاثيه، والمتابعه من سرحان لعيسى تاني، مهيب لعيسى. حط المران سرحان لمهيب. عمر طارق يلا يا بلال، يلا يا بلال، يلا يا بلال. بيسجل بلال حمدي الثلاثيه. ايوه بقى، ايوه بقى، بلال حمدي بيسجل الثلاثيه الاولى ليه والثلاثيه السابعه للاهلي. ادي ميدو وقع كده وجابها لاوجوجو وفي فاول. احد الناشئين الصاعدين بقوه بلال حمدي، احد لاعبي 20 سنه اللي بيدربه الكابتن ابراهيم الجمال. ادي مخرجنا هيجيبها لنا هو. ادي بلال وادي الثلاثيه، شكلها حلو قوي بلال حمدي. وادي وقت مستقطع طلبه كابتن محمد بهناسي المدير الفني للقناه. نشوف بقى عايز يقول. 69 53 الفارق وصل ل 16 بوينت للاهلي. الفتره الاولى خلصت الاهلي 20 16، الفتره الثانيه خلصت 32 23، الفتره الثالثه خلصت 55 46، والنتيجه حتى الان 69 الاهلي 53 القناه. ادي الفاول اللي حسبه ناصر الامير على الاهلي، 3 دقايق و19 ثانيه. ادي الاختراق من مهيب. وادي لقطه المباراه، لقطه المباراه فعلا النهارده. بصوا الدفاع يا جماعه، دفاع من ثلاثة ومهيب. ايه ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. لقطة فعلا مهما تعيدها يا مخرجنا هنستمتع بيها. ادي كاميرا تانية جميلة كده. بص بص يا جماعة، اهم حاجة انها بتدفع، يعني حتى الراجل طالع عليه دفاع باتنين. بص الكتف اللي، الكتف اللي جاي ده، بص الكتف ده يا جماعة، بص اللقطة دي، بص الكتف ده. عودة لأحداث اللقاء. عمر أوجوجو وشا سكرين لإيشو. وشا وإيشو سي بي مسافات المتوسطة، والمتابعة لنجم اللقاء مهيب.
عيسى، وعيسى حطها لمروان لمهيب، اختراق من مهيب، لا قال لك لا عيسى. بص راح فين المكان اللي بيحبه ازاي، المكان بتاعه اللي مسجله باسمه عيسى. ادي البلال، بلال عدى لكن خد فاول. ربيتين لبلال حمدي. مستر اوجستي مصعد علي وحيد وبلال حمدي وكريم عمرو من 20 سنه. طبعا لازم تعرفوا كلكم ان ممنوع التصعيد من لعيبه المرتبط. لعيبه المرتبط ان شاء الله يتم تصعيدهم في الدوري العام، لكن دوري المرتبط لا، طالما لعيبه 18 سنه ما تتصعدش درجه اولى. خلص 18 سنه ودوري المرتبط اتصعد براحتك. ضيع الاولى بلال. وسجل الثانيه. 70 الاهلي 53 القناه. سي بي ايشو لسي بي ثاني. اوجوجو لايشو على الثلاثيه، بيسجل ايشو الثلاثيه الاولى ليه. قلت لك منتقل من مصر للتأمين إلى القناة. مروان سرحان لعيسى، بلال لعيسى تاني لبلال. يلا بقى حطها لعمر طارق. بصوا كم واحد في الدفاع على عمر طارق. حسب مخالفة ثلاث ثواني ممكن. دقيقتين و14 ثانية والتقدم والتفوق للأهلوية 70-56. ايشو، وايشو حطها لأوجوجو على مسافة المتوسطة ما بتجيش. المتابعة أهلاوية مهيب. عيسى، وعيسى حطها لمروان سرحان لمهيب. مهيب بيفكر لسه. حطها لعيسى. عيسى عايز سكرين. حطها لمهيب على الثلاثية. يلا يلا ما بتجيش. والمتابعة في فاول على مين؟ على سي بي مع بلال حمدي. ربيتين لبلال حمدي احد الناشئين الصاعدين الواعدين بقوه مع الاهلاويه. ضيع الاولى. سبعين الاهلي 56 القناه ومتبقي دقيقتين وعشر ثواني. عمر طارق، سرحان، ادي مهيب حط الله على الباصه، باصه حلوه قوي لكن عمر طارق ما ربطش معاه. وادي بلال على الثلاثيه ما بتجيش. وواحده كده واخدها اوجوجو، واوجوجو حطها لايشو هجمه سريعه حلوه قوي بداها اوجوجو. 70 الاهلي 56 القناه وباقي دقيقه 47 ثانيه. عيسى، يا ترى كده مهيب هيخلص لنا الجيم بثلاثيه حلوه ثانيه؟ نتمنى نتعشم. ادي عيسى، عمر طارق معاه ايشو، واحد على واحد، حطها لبلال وبلال بيدور، حطها لمهيب ولكن اوت للاهلي على اوجوجو. فكر حضراتكم النادي الاهلي عنده الثلاث الجاي مع الزمالك في 100 عقبه ويوم الجمعه مباراه العوده في ملعب النادي الاهلي الذي لم يحدد حتى الان. ممكن يكون شط المقاولين او اي مكان تاني. بس مش النادي الاهلي. ليه مش النادي الاهلي؟ علشان في اصلاحات في الصاله واحتمال يكون في كمان اليوم ده في جمعيه عموميه في النادي الاهلي. ادي واحده لعيسى، وعيسى على الثلاثيه ما بتجيش. 70 58
ميدو ابو خضر على الثلاثيه. المتابعه لعمر طارق من اعلى نقطه بالدور العاشر. عيسى خلاص هنوقف بقى، اعتقد ان الفرقتين هتقف دقيقه و10 ثواني، لا لسه شويه بنقص، بتقف كده على 45 ثانيه على الاقل. لكن المباراه طبعا اكلينيكيا راحت الاهلاويه خلاص. عمر طارق، عيسى، الله على الاسيست، الاسيست روعه يا عيسى، ومروان سرحان على طول خد الخطوه وبيسجل 72 58. ادي ايشو، ايشو حطها لأوشا ولكن حسب فاول ولا ووك، مخالفه المشي بالكره. 45 ثانيه، عيسى عدى وعليه دفاع باثنين، حطها لمهيب ملك الثلاثيات. 36 ثانية، حط لسرحان وسرحان حط في اللوحة خد فاول. بيسجل مروان و 73 الاهلي 58 القناه. سي بي اختراق حط في اللوحه، والمتابعه من عمر طارق من اعلى نقطه. وادي فاست بريك لمهيب، مهيب خلاص قلت لك الفرقتين هتقف، ونهايه احداث الفتره الرابعه. مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك الفوز في هذه المباراه والتاهل مع الثمانيه الكبار. مبروك للنادي الاهلي، الف الف مبروك. اصدقائي الاعزاء، سعيد جدا جدا بوجودي معاكم، على امل في لقاء قريب. معلقكم الرياضي كابتن احمد عبد الراضي، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.